فوق سرير، والوقت كانت فشخته صغيرة. لو شي حدا قال لي العمر بيطير، من فرشتي نسلت خيط صغير وربطت عمري بخشبة سريري. جناز بالجملة عن هالوقت، الورقة اللي أصفر على الغصن شكلها وقعت ما حملت هز من تشرين، وما في حدا استرجع يزرك له، كل اللي حوله وراق مصفرين. لو كان عنده هالورق إحساس أولك بيضلوا سايع سكوته، تخيل شي ضيعت ناس كلها ناس وقدام بعضهم كلهم يموتوا. شبابيك مشاهدينا، اليوم راح نفتح شباك الضوء على شاعر جميل جدا وباذخ ايضا، خيال معلق بين الغيم والشتى وعلى ارض عشب اخضر ما بيدبل، صوت لبنان وصوت من لبنان بلهجتنا المحكيه، بقضايانا، بهمومنا الوطنيه وايضا الانسانيه، بدردشه كثير قصيره ربما رح نحاول نضوي على تجربته، على شعره، على افكاره اللي هيك بتشبه هذا الوطن الجميل بمطرح، واللي بمطرح كمان بفاجئنا طول الوقت. رحبوا معي بنعمان الترس. اهلا وسهلا فيك نعمان بصباح اليوم. صباح الخير لوركا، شكرا على المقدمة الحلوة اللي عطول معودين. تستاهل أكثر الحقيقة. تسلم. نحن أول شيء يعني متابعين بعض، بنشوفك بنتلاقى بأمسيات عديدة، بنشاهد المهرجانات اللي بتشارك فيها ربما، وبتوقف على المنبر هيك كل الوثوق تبع كل شعراء لبنان المحكيين موجودين فيك. فخبرنا عن نعمان الصغير وكبر مع هذا الشعر، أكيد البيئة لها أثر بإنشاء شخصيتك. أكيد الشاعر ابن بيئته، ابن نشأته. يعني بطبيعة الحال كان عندي حظ أنه أتعرف على موهبتي بعمر مبكر. نعم. بسبب محبة أهلي للشعر، هون بحيي روح بيي اللي مش من زمان، الله يرحمه، قرأنا. مش من زمان صح. هالبيت اللي أثر على الموضوع كتير، يعني كانوا يحبوا الشعر، والبيت مليان زجل وكتب وشعراء يجوا لعند أهلي. حلو. وبعدين طلع في شاعر من البيت عندهم، وكانت فرحتهم كبيرة وشجعوني من بدايات المشوار. نعم. فهذا كان لابد ما أنك تكون شاعر بهذا الجو الشاعري اللي طول الوقت بتحس أنه هنو عم بيحكوا عم بيقولوا شاعر، خاصة اللغة المحكية. مظبوط. الشعر بيخلق بالإنسان، بيخلق مع الإنسان. بس يمكن أنا وياك منتفق أنه بده مناخ يفيقه، بده حدا يقول له الشعر تفضل على القصيدة. بالضبط. وزائد أنه بده يثقل هذه الموهبة. صحيح. بقراءات، ربما بإصرار، بإيمان باللي عم يعمله. إيه، وبأنه نتعرف على الشعر يلي هو خبرة واسعة وهو جمالات متنوعة، وبأنه نشوف كل شيء تنشكل حالنا. نشوف البصمات تيطلع لنا بصمة مع الوقت بتخصنا، ونشوف وين رايحة القصيدة وين. حلو كتير. نعرف نعمان أنه الشعر المحكي، بيقولوا له الشعر المحكي أو الشعبي، هو لغة الناس على الطريق. أيه. بالبيوت، بالساحات. وربما يعني جرت العادة أنه الشاعر المحكي بيكون قريب من الناس لأنه بيحكي لغتهم. خبرنا عنك. صحيح. يعني كنا بدردشي قبل شوي، القصيدة العامية هي ذات نكهة مميزة دايما لأنها قريبة للقلب. بطبيعة الحال نحن بنحكي العامية مع أولادنا بالشارع، مع رفقاتنا، بنحزن بهيدي اللغة، بنبكي بهيدي اللغة، بنضحك وبنفرح بهيدي اللغة، بنحب وطننا بهي اللغة، بنحب الناس. مزبوط. بهي اللغة. فهذا الشعور اللي من عم نعكسه هي لغة ولا لهجة؟ نحن بنسميها لغة. لأنه بس مش عم نعطي فرضية يعني هيك عم تعنونوها بإصرار، عم تكبروها.
هلا ليكي دائما من انا بقول ما بدي وسع بالموضوع بس بقول انه 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 اللغه بتبلش تنحكى قبل ما تنكتب وينعمل لها املا وينعمل لها قواعد وينعمل. فهي ايه عربي بس عربي وحده عربي يمكن تزاوج لغات صار بهالمنطقه حال بكل الكون موجود هذا الشيء إيه؟ يعني بكل الكون هذه لغه لهجه كونيه مزبوط. انه كل بلد عنده الشعر تبعه مزبوط. بالخليج بالامارات بالعالم صحيح. الشعر الخاص بالناس باللغه المحكيه ايه واللي بيميزه انه بيكون قريب للقلب وبيصيب بيصيب انه هي عم تحكي بلسانه ايه ايه عم كأنك تحكي عم تحكي عني. طيب فينا نسمع شيء لنقول للناس عن شو عم نحكي نعمان بليز في طلعت لي هيك الساعاتي عم نحكي عن اللي بيصلح ساعات اللي بيصلح ساعات نعم بنقول للناس بيبيع الوقت مرات وبيشتري مرات من حاله وقديش بايع بالدنيا ساعات الله ما في ولا ساعة بعد ما مات وقفت دقيقة وقت كرماله يا الله قدي حلو قدي حقيقة وقدي قاسية كمان بس إيه الوقت إيه يعني العمق هون رحتي على الإنسان يعني إيه رحتي فتي على أنه قدي بيع ساعات ووقت ما حدا وقف ما دقيقة ما وقفت الساعة وقت كرماله عم تحكي نعم. عن عباسية الوقت إذا بدك عن كيف ماشي ما بينطر حدا بس مو يعني معناتها انت لقى من هيدي الفكره نعمان ترس انه اي موضوع بالحياه هو موضوع قصيده عندك اي مشهد إيه؟ اي شخص يعني صح؟ ملاعب القصيده كبيره وين ما رحتي بتلاقي في شيء عم تشوفيه انت والناس بس انت فيك تقطفيه وتجيبيه على الشعر والناس بيحبوا هيك لانه بيقولوا لي نحن شفنا مثل ما انت عم بتشوف بس ما قدرنا نقول لك القالب اللي انت عملته بالضبط قصايدك صار كانه تقريبا أربع أبيات أو أربع شو بتسموهن باللغة المحكية؟ هيدي طريقة الشعر هو التكوير بيقولوا له التكوير بالشعر بأنه نعصره نفضيه من الصرصرة ونخليه مادي دسمي أكتر إذا بدك وهيدي في صعوبة تكوير قد أخذتني كلمة التكوير للجنين لرحم لأن قد دافي كمان بدنا نسمع هيك لنشبع شوي لأنه هالقد شعرك قصير تفضل هلا مساقبي نحن بوقت بالعاصفة نحن من منقول بعد ما يعني بلش يطل الربيع في شيء عندي اسمه دقن الجبل بقول لا هالشتي رجع تلوج ومي ولا هالربيع اللي رسم حقله هذا الجبل راغي عدقنه شوي والشمس شفرة جات تحلق له حلو كتير خاصة ان انت بتعيش بكمان قرية بصغرتها بمنطقة صغرتها صح؟ ايه ضيعتنا اسمها أسنون حد صغرتها أسنون مرات منجيب القصيدة من الشباك لوركا يا الله طلع من الشباك طب هيدي قصيدة هلا قلتها أنت أنه مرات منجيب القصيدة من الشباك يعني بنفتح الشباك وبنقطف كأنه شجرة مزبوط. شجرة شعر قد ايه حلو يعني قصدك أنه اللي بيعيش ببيئة هالقد طبيعة حلوة يعني أنا بقول لهم الطبيعة بتساعدني على القصيدة ولبنان الحلو هلا القصيدة ما بدها كتير أسباب الشاعر مرات بقلب بلوكيت البطون بيكتب قصيدته بس عم أقول إنه لا في شيء بيساعدني في مطرح وفي خاصة يعني بشعرك في كتير من الطبيعة ايه يعني في من لبنان من الطبيعة من الهموم حتى الإنسانية ابن البيئة ابن المطرح اللي أنا قاعد فيه نعمان حتى إذا لاحظ الواحد بصفحاتك على الفيسبوك أو غير بلاقي أنه كمان أنه أي حدث بلبنان له علاقة بالإنسان علاقة بالوطن يعني الأشياء الوطنية إيه أو السياسية إيه كمان بتعلق عليها بكثير إيه من يعني المشاعر الجياشة والألم هلأ شئنا أم أبينا لوركا الإنسان هو المحور هو كل شيء هو لولا بهالعالم هالدنيا بالزبط. هو اللي عم بيحركها ويعني والتعب وكميه الوجع الموجوده بهالدنيا لازم تحركك يعني شو قال نزار قباني الانسان بدون حزن ذكرى إنسان. انسان بس الحزن يلي بياخذك للايجابيه الحزن يلي ممكن يحرك يلي ممكن نحن جنس الشعراء بنقول الحزن يكتمنا وليس الفرح انت مع هذا الموضوع مش واذا ما لقينا ما حزننا بنخلق حزن هلا هو احدى القواعد بس انا بقول انه يعني انا مش مع الحزن اللي بيخلص بالحزن أنا مع الحزن يلي بده ياخذني من الحزن للفرح إيه يلي بده ياخذني يلي أنا مع المشكلة يلي بده تاخذني للحل نعم يعني هو يعني ما بعرف بالشعر بيترجموا سمعنا مثلا أنا عم بحكي عن حزن الولد عن ع ع ع فقدان أمه بقول
اسمها لعبة تراب، بقول هيك الصبي اللي ضو أمه غاب وصار العتم واصل معه الكمه، بتراب عم يلعب ما بيهمه لا صوت بيه لا زعل عمه، هني قالوا له الناس شغل تراب جرب إذا بتزبط معه أم. يا الله لا أنا هلأ ما بدي زعلك رح أرجع. يا الله عيدة عيدة بليز. هيك الصبي الفكرة. اللي ضو أمه غاب وصار العتم واصل معه الكمه، بتراب عم يلعب ما بيهم لا صوت بيه لا زعل عمه، هني قالوا له الناس شغل تراب جرب إذا بتزبط معه. الله قدي من الحزن من الأسى من الألم نخلق جمالية عالية. قدي بتأكد جدوى الجمال إنه نحن عن جد بحاجة لنخلق جمال في وجه البشاعة اللي عم تصير. أكيد أكيد يعني اليوم الشعر هو أصدق المحاولات تنغطي، صدقيني هيك أصدق المحاولات. طيب نعم، مع أنه في نظرية تانية بيقول الشعر هو زيف، يعني أنه زيف الحقيقة لنستطيع أن نتحملها أو نعيشها، بس خليها هيدي على الفكرة جنب. شاركت بكثير من المهرجانات بلبنان وبرات لبنان وأيضا بالكثير من الأمسيات والندوات ووقفت على كثير من المنابر، ولكن جاء عبالي أقول للجمهور أنه أنت كمان خريج استوديو الفن. إيه نحن بسنة 96 كان عندنا هالمحاولة وكانت حلوة، يعني كانت حلوة الفكرة انه حد الاشياء اللي عملتها انبسطت انه انا وقتها شاب وبدي ولازم اطلع هيك على شوفوا العالم قصيدتي. ايه بس بيجي براسي انه القصيدة لانها بتكبر مثلنا من وقتها لهلا، يعني بعد صغيرة وانت كبرت هي اللي قلتها بالسدو الفن بعد صغيرة وانت كبرت كبروا معك قصايد جديد. صحيح بالضبط التجربة بتكتبنا قصايد أنضج. التجربة والاطلاع الشعر تقلق بسرعة، هو ابن الزجل الشعر العامي، ولكن الزجل جيب ولدين، ولد اسمه المحكية يلي عم نحطها بالكتاب وولد اسمه الغنية. حلو. وكل حدا عنده الايدنتيتي عنده الهوية تبعه، كل حدا هو بمطرح. نحن ما منشوف حالنا على الزجل بس منقول هذا الولد مختلف عن الزجل. حلو كثير. بالعكس الزجل عملت شجرة عيلة يعني. ايه؟ عملت شجرة عيلة مين قبل ومين الجد ومين البي. هذه إفرازات نعم. الشعر العام. لابد ما نقول كمان نعمان أنه أنت ابن بلد هو اللي هو لبنان بلد الشعر، يعني نحن حتى بجنوب بنقول تحت كل صخرة يولد شاعر بجبل عامل، وانت ربما عندكم كمان بصغرتها بتحكوا عن هيدا المواضيع عن هيدا المواضيع. ايه؟ بس حتى نجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب رح نقول انه نحن ولاد بلاد خلق فيها الشعر وخاصة الشعر المحكي. مزبوط. ولاد الرحابنة ولاد جوزيف حرب ولاد طلال حيدر، وانت بدك تزيد اسماء خبرنا عنهم عن علاقتك فيهم. عم تحكي عن الأسماء اللي منقلهم جسور، نحنا بتجربتنا جسر، يعني هيدا الشخص الرحابني شعر الرحابني شعر طلال حيدر شعر ميشيل طراد عصام العبد الله، أنا مش يعني هلا الأسماء مرات بتخونك نعم. يعني بس أنت وعم تتذكريهم بتقولي ها وجيبوا اللغة من مطرح لمطرح نعم. هينولنا الدرب نظفولنا الأبجدية اللي اليوم عم نستعملها. قصيدة صارت بيضة كتير، أنت وعم تسمعي فيروز عم بتقول بكرة أنت وجاي رح زين الريح الله. من جوزيف حرب عم بتقول عينينا هني أسامينا نعم. طلال حيدر عاجبه اسم البن قال سميت حالي بن المناخية بيروت عنقود الضياع ضياع على اسم عبد الله يعني انقطع مسافة، هاي المسافة بدنا نحترمهم هالتجارب وبدنا نقول نحن أولاد هالتجارب وصلت اللغة لقلنا أنضف داش فينا بعد النظيف قدي ما دارس هول اللي عم تقوله ايه؟ قدي الجملة بتصير مدرسة يا نعمان صح؟ لما نزلت على بيروت أنا تذكرته لعصام بقول صار لي عمر اتعب وضب سكوت، صار لي عمر اتعب وضب سكوت، صار السكوت بضيعتي اجي مبارح كسرتها ورحت على بيروت دجران قلت بصرفها ضجي. الله شو حلو قدي حلو حلو كتير. كمان كتبت أظن عن حادثة المرفأ شيء حافظة بتذكر أنا عملت استعرته وحطيته عندي على الصفحة يعني عملنا غنى غسان صليبة غنية غنى غنية غسان صليبة سميناها علي الصوت القصيدة لغسان
وعملنا شعر كتير يعني كان انه كل موضوع الوجع حلو كتير. بدنا نروح طبعا بده يكتبك وبده يطلع منك اوجاعك انت حتى كمان. غني الى غني من قصائدك صح؟ نعم. فيك تخبرنا شوي عن شعر الأغنية أو تجربتك بهذا الموضوع؟ يعني بال 2015 في صداقة هيك بلشت بيني وبين الفنان نقول القصة بوجه له تحية. نعم. أخذتني للغنية وصار عندي أعمال معه ومع غسان صليبة. أي أغنية؟ غنى يعني كان جريء بأخذ موضوع عن المرأة. حلو. أنا مش متخيل كنت إنه هيك شعر رح يطلع حدا ويغني جريء بمعنى بتعرفي المستوى الغنائي هابط اليوم يعني السوق اللي عم بيكون فيه. أكيد أكيد أكيد. فلما حدا ينقي قصيدة من قصائدك أو قصائد أي شاعر إلى معنى يعني بعدنا بألف خير. كانت رباعية اسمها لعبة صدى بقول فيها وطيت صوتي بكلمة بحبك أكيد مش لأني بخاف يسمعني حدا. ما بتعرفي إنه الصدى بيرجع يعيد ما بريد غير يقولها حتى الصدى. يا الله. وبغار من الصدى. ايه بغار من الصدى. ما بدي الصدى يقول بعد مني بحبك وعم بيقولها لألك. حلو حلو كتير. بقى كانت الفكرة سحرته لنقولها وقال لي قلت له يلا. ما زال انه يعني هيك مستوى من الحكي. نعم. بده يتلحن انا انه يعني بيتنا براس القلعة. اكيد. خلينا ننهي نعمان ترس صديقنا وشاعرنا الحبيب بي اذا بدك غزل او اذا شو محضر انت لو سمحت. رح نقول لك غزل لانه بدنا زعلناكي بالاول شوي. مرات بيكون الكذب من شاف لا تصدقيني ما عدت شفاف. مرات بيكون الكذب من شاف لا تصدقيني ما عدت شفاف. كذاب تمي ارتاح بالطلعه ما كل تمك درجتين شفاف. يا عين شو هالحلقه. أنت هيدي بتمتهن الشعر ولا عندك مهن أخرى؟ يعني لأنه بنعرف أن الشعر ما بعيش ما حدا بيعتش من شعره صح؟ أنا موظف بالانقطاع العام. ما أدربين كمان؟ لا ضمن هالإضرابات؟ لا لا بس معك حق تسميه انقطاع عام لأنه آخر شيء الوطن كله مسبي فكيف بمؤسساته و يعني هذا موضوع تاني. هلا باخر الحلقه بده شي 70 حلقه مزبوط. بس كيف نعمان كشاعر هالقد مفروض الشاعر يكون انا عم حاول هش يعني أنا كيف أنا تحاول أنا تصمد انا بالاغنيه عم في عندي يعني في عندي ورشه هلا اليوم وفي عندي نصوص مع ملحنين وفي عندي محاولات جديه وان شاء الله بهيك الايام اللي ناطره في اسماء منيحه رح تغني لنا. حلو كثير. هذا هلا شيء عم نجرب كمان نكون انه ممتهن يعني بهالمعنى. طب اذا بدي اسالك كمان عن شعراء اليوم المحكيين حكينا نحن عن شعراء لبنان اللي عملوا اسم لبنان عالي. شعراء اليوم الشباب اللي من جيلك او الاصغر شوي كيف عم تلاقي هذا الشعر بعده بقوته موجود ولا سيطر الشعر الفصحى؟ لا ليكي اليوم المحكيه احلى من الاول. لما عم نحكي المحكية عم بحكي عن تجربة الشعراء مش عم بحكي قديش الإعلام عم بيضوي. أنتوا مشكورين يعني هاي اليوم الفكرة حضرتك عم تعمليها وفي فكرات بغير مطارح شوفهم مثل جزر يعني عم بيوصلوا. منحاول قد ما فينا نضوي على الشعراء. بس الشعراء أنه لا الشعر منيح والشعراء موجودين. في شعراء حقيقيين اليوم بلبنان بلا ما أدخل بأسماء. ما بدك تدخل بأسماء حتى ما تنسى في شعراء حقيقيين. في شعراء وفي شعراء مش حقيقيين ولكن منشجع كل حدا عم يكتب بنقول له كفي منشد على إيده. وبتعرفي لوركا أنه الوقت غربال القصيدة يعني رح يوصل لوقت يتغربل هذا الأمر. بتعرف نعمان انا مثلا اوقات بقرا قصيده لغيري بقول اف شو حلوه هالقصيده او شو بتعبر شو بتشبهني يا الله كاني انا كتبتها او بتمنى اكون انا كتبتها. فانت عندك قصيده من هول الناس الكبار بتحس انه عظيمه هيدي القصيده وربما انا لو بعد حين كنت انا اللي حكون كاتبها. لكن رح وجه له تحيه. هو شاعر اذا بدك شوي مغمور هيك التها بانه كان يشتغل وما كثير تفرغ للشعر. نعم. بيحكي كان يتيم الباي وبيحكي عن ليله اللي توفت امه فيها. هو عامل شوفي الشعر قديش مرات بتكون الجمال بسيط بس هالدفى اللي موجود فيه. تفضل. بيقول برد الغياب مسم اسمه شيبان سعاده.
شيبان سعدي من ضيعتنا من أصنون، بيقول برد الغياب مسم والنار منا كافية، بغياب حضن الأم ما في مطارح دافية، ليلة بردت حزنت كانت عيونها طافية، هيدي الليلة اللي كنت فايق وأمي غافية. حلو حلو كتير. هيك هل العنصر اللي اسمه الدفى، ليك شو عملوا بهالنص. كتير حلو. طب كمان بدنا نسمع منك شيء. خلينا نحكي شوي كمان عن كتبك نعمان، شو رأيك؟ أنت جايب معك كتابين صح؟ إيه أنا هلا فيك تعطيني إياهم شوي. هودي اللي صامدين لهلا. أنا بال 2012 لوركا بلشت بالكتب، عملت تاخذون الكاميرا لو سمحتوا. عملت كتاب اسمه دموع الحبر، رجعت بعد منه بال 2014 إيد الوقت ريشه، وهودي اخر الكتب يلي هن خيلات عرقانه. يعني كلهم كم كتاب؟ 16. اربع كتب عندي. اربع كتب. باللغه باللهجه المحكيه. وبس انه اجمالا خلال مسيرتك هيدا الشيء مش كتير، اربع كتب، لانك متروي صح؟ ويعني منيح انه بلشت بهذا العمر وبهذا الوقت، لانه كان كل الوقت الشعر اللي انا بكتبه عم يتطور وعم يمرق بمراحل، قطع اذا بدك القصيده العموديه اللي بتطلع نص كيلومتر، صار بالقصيده اللي مرات بتطلع سطرين، مرات بتطلع يعني سطرين. يعني ومضات انت مع القصيده المختصره الومضه اللي هي ما سهله ابدا. لكن مثلا تعطيكي مثل غيابك، إذا مثل بدك فيك تحمله للأوراق، غيابك مثل عم جرب نشط ذاكرتي عندك، غيابك مثل خباز خابز جوع، غيابك مثل خباز خابز جوع وقلبي أنا شبعان ما بده، تعبان عغيابك تشوفه رجوع، بجمع صداكي بلزقه بدموع، صوتك عبالي من الصدى رده. الله. طب بدنا غزل كمان. يلا. هلا الصبح الناس قاعدين عم يشربوا قهوه اليوم، او وفي نساء كثير ما عم يتغزل فيهم رجالهم، هلا حاسين بالوحده. فانت كشاعر عملنا قصيده غزليه غير شكل. قالت له اكتب لي قصيده على شعر على سيره انه مسؤول عن مهلك لنلقط. قالت له اكتب لي قصيده على سيره انه كيف بده يكتب لها القصيده، وطلع فيها شافها، يعني الكاميرا مش مصدق انه هالقد حلوه مثل ما عم تعمل الكاميرا معك لورك. بقى بيقول لها وصلت اسطوري للنقط كلها، وكل شيء انكتب ما بيطلع كفايه، بدك قصيده كاتبها الله، روحي وقفي قدام المرايه. الله، يعني انت القصيده وانت الالهام. بدي اشكرك كثير نعمان التريس. ميرسي. انبسطت بوجودك. الله يخليك. وبتمنى انه كمان ان شاء الله بصير عندنا برامج اطول هيك نضوي على سيره الشعراء بشكل عميق، نفوت نحلل قصائدهم. اهلا وسهلا فيك لوركا. انا بدي اشكرك وبدي استفيد تقول لك مستاهله تتكرمي. ميرسي على هالفقره اللي عم يعني عم تترك لنا امل قدام شفط الامل بهالبلد اذا فينا نسميه بقى. ثانك يو، ومنشد عايدك والله يقويك. بشكرك كثير نعمان.